ماك دو ويكاند. صباح النور، صباح الخير، عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. هذا لو ماك دو ويكاند معكم من توا حتىكش نص نهار. تتفاعلوا معنا على الباج اوفيسيال نتاعنا، تتفرجوا فينا اون ديريكت على نوتر شان يوتيوب اي اف ام تي في. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. نحكي في برشا مواضيع كالعاده في اخر ساعه، نتعرفوا على ماركه جديده، واليوم الماركه كلها برشا نوار، دونك برشا دي بوكي دو فلور دو روز للناس اللي للمناسبات، دونك ندخلوا في ان اونيفير ياسر رومانتيك ومحلين تكتشفوا بعد شويه في اخر الساعه الثانيه. باش نحكيوا على لي توندونس في العروسات، دونك نقعدوا في نفس لا تيماتيك. دونك فما دي توندونس اللي تحبوا كيفاش تزينوا الصاله نتاع العرس اللي زال لك الايامات هذوكم، دونك نحكيوا بعد شويه مع احلام. باش نحكيوا زاده على رمضان، باش نحضروا الجو رمضان، ان شاء الله مبروك على التوانسه الكل. باش نحكيوا على كيفاش نجم تحضر دارك وتعمل لها هكا اون امبيونس نتاع رمضان، وان شاء الله مبروك على الناس الكل. باش نحكيوا زاده بيان سور عندنا لو منيو نتاع الويكاند بعد شويه مع الشيف نتاعنا. باش نحكيوا في مواضيع مهمه زاده توا معاكم الزوز، دونك وميما صباح الخير. بونجور خابلا، مرحبا، باش نحكيوا على السيلوليت، خاطر باش نحضروا رمضان ونحضروا العروسات ونحضروا الصيف زاده والربيع، دونك السيلوليت اللي تكون تنجم تكون مشكله لبرشا نساء يسمعوا فينا فما حل. دونك نحكيو بعد شويه معاك انت في لي ديتاي الكل، دونك لا سيلوليت كيفاش تتنحى وشوما لي تكنيك اللي خارجين توا افيكاس. زيدا معاك انت كوتش بسبس. صباح النور. صباح الخير خولة، وصباح الخير المضيفة اي اف ام الكل. يعيشك، ميرسي بوكو. دونك كوتش بسبس اليوم باش نحكيو على الاحاسيس السلبيه، لكن كيفاش باش نتصرفوا فيهم، كيفاش باش نتحكموا فيهم. انت ما تحبش كلمه نتحكموا، لكن جو بونس دونك نزيدو نحكيو على الكلمات اللي يلزم، خاطر الكلمات مهمين زاد هوني. دونك نحكيو حتى على اهميه الكلمات، دونك نحكيو على هذا الكل في لو ماك دو ويكاند اليوم. مرحبا بكم الناس الكل، نصبح على ليكيب اللي مرافقتني، نصبح على سفيان بوهليل في الاخراج، نصبح على ايهاب في اللي امن الصوره، وياسمين في الاعداد. مرحبا بكم الناس الكل. فاصل صغير ونبداو معك انت كوتش بسبس. نحكيو على الاحاسيس السلبيه وكيفاش نجمو نتحكمو فيهم. اسهل الدنيا كوتش مريم ليليا بسبيس، مرحبا بيك. الوغ كيما قلنا باش نحكيو على الاحاسيس السلبيه وكيفاش فلا جيستيون دي زيموسيون نيجاتيف. انا قلت نتحكموا، انت قلت لي اللي نحب نخير نتصرفوا. اكزاكتومون، خاطر الكلام بتاعنا ياثر جوستومون على الاحاسيس. الكلمه اللي باش نستعملها هي باش تخليني في احاسيس باهيه ولا مش باهيه. وكي نقول كلمه نتحكم سي contenir, compresser, femme une pression, ou la pression hédica li bich tkhallini nbda عندي une émotion li ماهيش adaptée pour le moment. على هذيك مانيش باش نحكي على احاسيس خايبه ولا احاسيس سلبيه، خاطر فما احاسيس اللي نسحقوا لهم في وقت الوقت اللي انا عايشه فيه. عندي شكون مريض ما نجمش نبدا في فرحانه وشيخه ونشطح، سي با بوسيبل. دونك في الوقت هذاك الاحاسيس بتاع لا تريستيس ولا جو مانكييت بور لا بيرسون، وقتها سي بوكو بلوز ادابتي. كي نبدا سامحني نسهر نلعب مع صحابي وكل، اتر تريست وقتها سو ني با ادابتي، وقتها يفو اتر دون لا جوا. هذاك فما وقت للكل حاجه. منين يجيو الاحاسيس السلبيه هذوما؟ الوغ الاحاسيس السلبيه عندهم، نقبل كنت نسخاي الاحاسيس كل في قلبنا. هو المخ هو اللي جير الاحاسيس. عندنا لا بارتي لامبيك، دونك لو سيرفو لامبيك، هو اللي فيه يل جير لي زيموسيون. واللي بانسي بتاعنا اللي معناتها عندنا كاينا ان انتونوار. الكلام اللي قالوه لنا ملي احنا صغار، وقت احنا صغار نتولدوا كاينا اون باج بلانش. اللي يقولوا لنا يا باهيه يا ماكش باهيه، يا اللي تنجح يا اللي ما تنجحش، كلهم يسون مي كوم دون ان انتونوار. ونهار اللي انا باش معناتها حاجتي باش نخمم باش نتصرف مع دون اون سيتواسيون، باش يعمل مون انكونسيون يمشي يعمل دي ليان، يجيب لي اكل الكلام هذاك اللي تقال قبل، وهذاك اللي باش يخلق لي اون ايموسيون اغريابل او ديزاغريابل، اللي باش تخليني نتصرف بالباهي ولا مش بالباهي. احنا لي سوفونير بتاعنا باش معمولين كلهم بديزيماج دي فيلم دي سون
des odeurs نتخيلوا أيه. ولا نتذكروا أيه. أيه. نتذكروا احاسيس نتذكروا شنيا شميت شنيا لو نتذكر المطعم الملوخيه اللي كانت طيبه لي ما غرانمير دونك اللي المطعم نتاعها هذيك خاطر مخي يعمل دي كومباريزون عنده دي ريفيرونس وكل لونتونوار هذا اللي نحكي عليه الكل لي ريفيرونس بتاعنا اللي توا ادولت باش نقعد جو مو ريفير à cette base pour pouvoir décider ou agir ou rêver que Zeda elle est bichi khalini l'hass haja bihia ou la mouche bihia dans la situation. بيه دونك قبيله قلت لنا اللي فما احاسيس يعني مهمه سلبيه لكن لازمنا نحسوهم كيفاش ينجم يكونوا مهمين لينا مهمين نقول انا البارح روحت للدار ولقيت الكلبه بتاعنا عندي روبة فتفتتها مثلا اسكو باش نبدا وقتها باش نبدا نضحك اموان كو لا روب نا با دامبورطونس بور موا اي دفعت البلاء على نقولوا مي كون لا شوز ا اون امبورطونس بور موا عندها اون فالور سي نورمال باش جو في اتر توشي او جو في اتر تريست اما سو كي ني با نورمال اللي لك تريستيس هذيك اللي باش تقعد برشا وقتها باش نقول لهم بعد ماشيه باش نخدم ولا عندي وين ماشيه ونهزك تريستيس هذيك معايا وقتها سو ني بلو ادابتي فكل الوقت هذاك اللي شفت الروبة ومقطعة وتأثرت وكل أوكي وقتها سي لو وهذيك ليموسيون اللي ادابتي ما نجمش نقول لك الغش هذاك لا ما لازمش يكون اي خاطر توا نسمعوا برشا البوزيتيفيتي يلزمنا نكونوا بوزيتيف وبوزيتيف فايبس ويلزمنا ديما عرفتوا موجات ايجابيه دونك عندها وقتها اي كي نبدا مع ناس ونحكي ولا مش نمشي نخدم وكل سي نورمال لازمني نكون وباهي اللي واحد يكون دون اون ايموسيون بوزيتيف اما نعيش حاجه معناتها نقول لنا يا فما حاجه خايبه نعيشها يعني وقتها لازم الاكل احساس بتاع لو مومون هذاك لازم نعيشو وميكانش كان ما نعيشوش وقتها ونقول انا جو سوي دون لا بوزيتيفيتي لا ميساج اي الكلب قطع الروبه جو سوي دون لا بوزيتيفيتي كيسكو جو في كري جو في كري ان كونفلي انترن اون بارتي دو موا a besoin d'être triste pour cette robe qui a de la valeur ou les qatahili lkal et une autre partie de moi trop la 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 il faut être positif donc نعمل ان كونفلي على الانتيريور ومن بعد نقول واش بيني مانيش بالكدا واش بيني والكونفلي هذاك باش ياثر زاد على لي كومبورتمون بتاعي ومن بعد به هالاحاسيس هذوما هاي كيفاش نجاريهم خليتها بالفرنسي الكلمه نجاريهم وي نجاريهم نتصرفوا كيفاش نتصرفوا فما التصرف كلمه التصرف فما فيها دلا فليكسيبيليتي خاطر نخلي لروحي زاده لو شوا نجم نعمل هكا ولا نعمل هكا ولا نحس هذا ولا نحس حاجه اخرى كيفاش نعمل وقت لي وقتاش انا المهم باش نتصرف في الاحاسيس بتاعي وقت لي نقول انا توا مع صحابي ونحس في دلا تريستيس اش فما توا انا مع صحابي سي انتريسون دتر دون لا جوا نجم في عوض نقعد علاش نحس في التريستيس لي بور بوفوار رامني سيت ايموسيون دو جوا رابيدمون سوا مو كونسونتري على Qu'est-ce qui se fait là, maintenant, actuellement hey. La tristesse est à un rapport avec une expérience ancienne. Hey. Qui a fait que je me sens la tristesse. Et puis, je me suis dit que la flashback ou que le passé. Je me suis dit une expérience positive اللي عشتها نخمم في حاجه باهيه يعني. نخمم في حاجه باهيه اللي انا عشتها ومخنا يعني نعمل ان بو دونكراج هذا اللي تسمى لونكراج هذيك سي لا باز دو لونكراج كيفاش يتعمل اللي نمشي نتذكر اون اكسبيريونس بوزيتيف تبدا لازمها بريسيز مش ناخذ كل ما نمشي للبحر نحس روحي بالبدا لا مره اون اكسبيريونس بيان سبيسيفيك نهار لحد مشيت البحر ونتذكر روحي كيفاش ماشيه او بورد دو لا مير اي جو ريسون دو كالم جو ريسون ان بليزير وهذيك وقتها جو في ريسبيري بليزيور فوا اي مون سيرفو سو كيل في في دي ليان الاكسبيريونس بوزيتيف هذيك باش يجيب لي ليموسيون تاع وقتها ونزيد نتنفس خاطر شاك انسبيراسيون تزيد ليموسيون تطلع يعني مخي نجم نغلطو هكا نجم نهزو في الثنيه اللي يحب انا
alors ماهيش مش نغلي مش غلطو يعني اما جو لو في دو مون انتيري اي اما يعني نجم يتبعني في حاجات كيما هكا يتبعني المخي كيما الفولون تاع الكهرباء الكهرباء نصيب الفولون وخليها تمشي وحدها لازمني انا نشد الفولون تاع الكهرباء وساعات تبدا العجله مفشوشه تبدا تهز فيا من هكا وانا ندور الفولون الغادي كيف كيف الافكار بتاعنا نبدا قاعده في جو باهي وافكاري يمشيو ومع الاحاسيس خايبين دونك باش نعاود نرجعهم وكان انا ما نتحكمش في من ما نتحكم ما نجريش انا بيدي الافكار بتاعي والاحاسيس بتاعي شكون باش يعملهم في عوضي الاكثر من اللي صغار علمونا اللي نقولوا خاطر الكلام زاد عنده تاثير كبير هذاك نرفزني وهذاك غششني وهذاك معناتها يخليونا نصدقوا اللي الاخرين عندهم ان امباكت على الاحاسيس بتاعنا اوغ ما ثماش سي با بوسيبل اللي خممت فيه لانتربريتاسيون اللي عملتها انا هي اللي الفا فير نتر اون ايموسيون نقول باغ اكزومبل عبد خلط مخر اش باش نقول بالعاني خلط مخر باش دونك انا قلت بالعاني خلط مخر سي لانتربريتاسيون اللي انا عملتها اللي باش الفا فير نتر une émotion de colère de tristesse ou quoi que ce soit حتى كان بالحق حتى كان بالحق اي دونك كي هو العبد اللي خلط مخر معناتها هو غلط ولا انا غلطه دي بيان سور هو مي لا كي هو غلط علاش انا نعاقب روحي ونقعد انا في احساس خايب اي واضح نقول اللي عمل غلطة هو اللي يتحمل مسؤوليته دونك انا باش نصر معناتها العبد قول انا عندي رانديفو مع عبد جاي ربع ساعة من بعد ربع ساعة هذيك اوكي كيفاش انا نجم جوكوب مون طون شنيا نجم نعمل باش نقعد كل ربع ساعة في عوض نقعد اي دايوغ في الكتاب اللي عطيتهولك فما سيت اكزومبل اللي خاطر سي كيلكو شوز كي اريف تري سوفون نبداو عندنا رونديفو عبد يجي مخر ونبداو عاد عندنا كل الراديو داخليني والفيلم من داخل راهو بالعاني راهو بالعاني قاعد في قهوه وانا قاعده نستنى هوني لي با ساعات لي كونسيكونس ينجم يكونوا بالحق خاطر كي هو يجي مخر نجم لي رونديفو نتاعي الاخرين الكل باش يتوخروا دونك نجم تكون عندها هذيك اما كومون جو بو لي جيري نخمم كومون اتر افيكاس خاطرك الغضب بتاعي وقت اللي هو جاي وانا نتغشش وش بيك مخر وكل هذاك اللي باش يعمل مفعول على التصرف بتاعي تاع من بعد الكل لي كومبورتمون بتاعي الكل يلفون من بعد باش نقول على شكون صبحت اي حاجه نعملها نقولها من هذاك الله غالب فسد لي نهاري ما عنده حتى معناتها aucune personne ne peut avoir un impact sur nos émotions كان ce sont les interprétations تاعنا نقول كي باه كيفاش وتوا عندنا يرحم والدي التليفون درج درجين وكل اوكي اش نعمل اسكو جو ريبورت لي زوتر رانديفو اللي عندي اسكو عندي شي انا حاجه كنت لازمني نعملها من بعد نجم نعملها توا توا بالتليفون بتاعك تبعث لي ايميل بتاعك تعمل On peut tout faire. Emma kifesh beri cette notion d'efficacité. Kifesh enan koun efficace, c'est par rapport à moi-même. Ou heveya, yhez li fait l'estime de soi et la confiance en soi. Fehouz nukad ena comme un thermomètre, et c'est encore un exemple, et puis je t'ai l'air fait l'ktib. Et justement, on a l'air fait l'ktib, donc, on a l'air l'ktib, Madame Lilia Bisbis, donc c'est la manière la plus facile et efficace de gérer ses émotions. الكتاب دونك فيها غنشوفو هكا دونك فما بريزونطاسيون فما بوكو دو تيماتيك ما تزمني نقراها وفما دي زيكزيرسيس لازمني يغزل كي تقول لازمني الكلمه زاده شفت كاينها اون اوبليغاسيون حاجه نبدا كيني ما عينيش لا لا عيني لا 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 باش نقول كيفاش لو لانجاج اي انكونسيون شنو نقول يعني في بلاصه يلزمونا احنا معناتها بور نو موتيفي من الزهره علمونا يلزمك Alors que, et au Maritachnam, l'Achna Wartesh, ils ont à nos parents à faire quelque chose quand nous n'en avons pas envie. Donc, on enregistre, bien sûr. Nous lions, mais le langage que j'utilise, Bishikhalini, Manemchish Narmel Hajan, Badrouchbini, je procrastine. Alish Marmeltech, les Yabashawanakul, les Zemni, Nakra, les Zemni Narmel Sport, ou qu'il kilmet les Zemni, Hedik, elle va créer. Comme une conditionnement, un conditionnement, le conditionnement de l'enfance où les parents nous ont fait faire des choses quelquefois, bah, si falina,
وهذاك اللي خلينا نقولوا يلزمني توا باش نقول في بلاصتي يلزمني نحب نقرا جوستومون. قلت في اللي فما ترمومتر نتاع شنو؟ الوغ لي زيموسيون احنا كيف نتصرفوا في الدنيا كيما هكا سي اون روبران ليكزامبل تاع العبد اللي جاي مخر. عبد جاي مخر انا تغششت وينجم عبد يجي مخر وانا نقول اوكي فك الوقت هذاك شنيا نجم نعمل كيفاش كومون جو بو اوتيليزي سو طون. الترمومتر اسكو نجمو نحطوه كان نحب نحطو في 10 ولا في 20 النجم سي با بوسيبل. لو ترمومتر محطوط que soit un thermomètre d'ambiance ou un thermomètre pour la température du corps, il va prendre la température, il subit l'environnement. Et le thermostat, il se gère. نحب نطيب الجاتو بتاعي 180 degrés 30 minutes يوفي ويتسكر. ثيرموستات بتاع الكهرباء معمول بتاع الموتور يوصل une certaine température يتسكر كيف كيف pour la climatisation. Donc le thermostat se gère. واحنا بيدنا les émotions بتاعنا كنا des thermomètres et donc il est intéressant de devenir des thermostats. كي نبدا ترمومتر معناتها واحد جاي مخر اب وانا نتغشش وش بيه وعلاش وكيفاش ونقعد متاثره بهذاك اي ترموستا معناتها جو في جيري مي ايموسيون موا ميم عبد جاي مخر اوكي كومون جو بو اتر افيكاس بوندون سو مومون لا بيه. دونك نحاول دونك فما احاسيس سلبيه لازمني نعيشها خاطرها مهمه وقتها لازمني نتعايش معها ونحسها ونرد بالي من الكلام اللي نقوله خاطر فما عنده تاثير عليا ونحاول نتصرف في روحي في احاسيسي يعني ما نتغشاش برشا ما نتقلقش برشا نحاول حتى كي نقول ما نتغشاش برشا اسكو لا سيتواسيون نيسيسيت تستحق هذاك الغش هذاك وكان انا تغششت اسكو سي يوتيل شنو نجم منفعتو عليها في الكتاب جوستومون باش ترى كيفاش لو فونكسيونمون دو سيرفو كيفاش كي العبد يتغشش لا نيرو كونيكسيون تتسكر ما عادش نجم نلقى افكاري وما عادش نجم نلقى حتى شنيا باش نتكلم شنيا باش نقول ما نجمش اي دونك سي دون مون انتيري ا موا باش نجم نتصرف في لي زيموسيون بتاعي باش نجم نخلي كل نيرو كونيكسيون محلوله نجم نلقى افكار نجم نستعمل لي ديفيرونت فورم دانتيليجونس بتاعي اي سورتو اتر افيكاس اي فيير دو موا شاك انستان. تري بيان ميرسي بوكو كوتش بسبيس. دونك للعباد اللي يحبوا يزيدوا يفهموا الحكايه اكثر دونك فما الكتاب لا مانيير لا بلو فاسيل افيكاس دو جيري سي زيموسيون. ميرسي بوكو كوتش avec des exercices avec des exercices سولي ومحلي سي كولوري سي فاسيل ا لير تحسوا سا دون هكا سا دون اونفي دوني دو بيلز ايموسيون تحس دايما باش نعملوا اليوم ونعطيك رايي. ميرسي بوكو كوتش مريم ليليا اللي يعرفوها مريم اللي يعرفوها ليليا مريم وليليا جمعت مريم جمعت ليليا سي لا ميم بيرسون كوتش مريم ليليا بسبس يعطيك الصحه. ميرسي بوكو رمضانكم مبروك ليك انت تو لي زوديتور دي اف اي عايشه كلمه بور جيري حشيشه رمضان وي حشيشه رمضان اي دونك بور دير كومبيان اوسي لو لامباكت دو لانجاج على لي ايموسيون بتاعنا برشا يقول رد بالك انا تطلع لي الحشيشه في رمضان دونك انا قاعد نهيئ في روحي للغش ونسكر مخي خاطر هو ديجا لو بوزوان دو نيكوتين نقولوا ان بسيكولوجي تو بوزوان انساتيسفي سو ترانسفورم ان اغريسيفيتي لكن النيكوتين اللي ماهيش توا ما نجمش ناخذها الاكثر هذايا بور لي بيرسون اللي يتكيفوا ولا addict à d'autres choses. Donc le besoin mahouchouni, il dégage de la un genre de disons de colère ou d'insatisfaction. Ou nzid en nhay rouhi raw rd balak had ma ydourou baya aya nmchi lel koucha ou nhay nbda nhay rouhi hadak li bach kifach taw men lyoum اوكي شنو هي النجم نعمل باش النجم نريض لي زيموسيون بتاعي اي جو لي جير موا ميم وما نبداش كي زربوت واحد يدور يولي يضحك اي سو دون ان سبيكتاكل ترى في الناس كيفاش معناتها واحد ما عادش ينجم يتصرف في لا في افكاره لا في الاحاسيس بتاعه ولا في بدنه اي سو دون ان سبيكتاكل من بعد يندم هذاك كله في المخ كله في المخ لا ليزون entre la gestion des émotions et l'estime de soi et la confiance en soi,
est très important. Merci beaucoup coach بسبيسياتيك الصحة. Merci beaucoup يا عاشك رمضانك مبروك. احنا مازلنا معكم حتىك شي نص النهار. شيف شاوش صباح الخير. اش نحوي لك؟ سافا ليك الحمد لله. ليك وحشة ليك وحشة ليك مدة سنوات. مرحبا شيف. الحمد لله. الو عطيتك ان ديفي نتاع 20 دينار. صباح نوني دون le budget ça va 20 دينار دونك حضر لو منيو قبل نتعديو لميمه ولا مش نحكيو في موضوع مهم ما تصورش كان يهمك برشا شايف ما مش نحكيو على السيلوليت للمدام دونك لا سيلوليت مش نحكيو عليها صحتك بالدنيا alors donc كيفاش نتخلصوا نهائيا ماذا بينا اميمه من السيلوليت دونك اميمه معيرش نذكر انت اخصائيه علاج طبيعي وتقويم اعظام اعضاء اعظام اعظام ذاك اللي كنت من بعد بتيتر اعضاء دونك اميمه لا سيلوليت شنو هي للناس اللي تسمع سي alors احنا ديما نسمعوا سيلوليت سيلوليت مي بون باش نفسر بتيتر فما برشا عباد ما يفهموش ليا دونك هي تكتلات دهنيه نلقاوها في بلايس في جسمنا اكثر بلايس تكتل فيها نلقاو فيها سيلوليت هذه هي البطن الارداف لي بغا لي كويس و سكون ابل احنا لا كولوت دو شيفال دونك نلقاوها في الجناب في لي كويس دونك هذه هي تعريف نتاع نتاع سيلوليت شنو انواعها فما انواع فما اللي اجد واللي اقدم جو بونس فما اسامي voilà عندنا ثلاثة أنواع في ال في ال في السيلوليت donc عندنا la cellulite aqueuse هي ديجا اسمها جيامن أكوا donc c'est dû à la rétention d'eau d'accord donc généralement نلقاوها عند العباد اللي عندهم rétention d'eau donc légèrement visible هذايا باش نفسر كيفاش نجمو نفرقوا بين الأنواع نتاع السيلوليت donc légèrement visible ما نشوفوهاش برشا نلقاوها souple ونلقاوها sous forme de vague يعني كاينها أمواج نلقاو البشرة تبدا امواج امواج دونك هذه هي لا سيلوليت اكوس دونك نلقاو العباد هذوما سورتو ياكلوا برشا ملح ما يشربوش الماء داكورد دونك دو على ريتونسيون دو بي داكورد هذه متعادو ساهل تنحيتها هذه ساهل تنحيتها دونك هذه ديجا افيك لو دريناج لامفاتيك اكاهو اون بو سو ديباراسي دو لا سيلوليت اكوس بي داكورد نوع ثاني النوع الثاني هي لا سيلوليت اديبوس دونك هذيا كيف كيف ليجيرمون فيزيبل دونك نجمو نعرفوها كيف نشدو لابو نقرصو لابو دونك نلقاو التكتلات الدهنيه في البلاصه اللي نزلنا عليها تكون سوبل شويه وهذيا خاصه تجي عند العباد اللي ياكلوا برشا ماتير غراس داكورد دونك كله مربوط بالماكله وبالماء وسورتو العباد اللي ما تعملش اون اكتيفيتي سبورتيف داكورد بي تحسوا النوع الثالث هو الاصعب النوع الثالث هو الاصعب اللي هي لا سيلوليت فيبروز دونك هي سي اون سيلوليت قديمه برشا تلقاوها متنتجة على تكتلات دهنيه قديمه برشا بلوس معناتها الشخص ما يعملش اون اكتيفيتي سبورتيف دونك سي لا سيدونتاريتي هي اللي خلات سيلوليت تولي فيبروز دونك تلقاهم ما يتحركوا جمله ياكلوا برشا سكر بلوس لي ماتيير غراس كله مربوط بالماكله والحركه تحس بالحركه بي شنو هذوما المشاكل توا اللي عند النساء اللي يسمعوا فينا الكل اما نطمنكم مدام ما تجيش للرجال سيلوليت تجي للرجال فما اون اتيود تقول معناتها سور 10 فام 9 فام عندهم سيلوليت اي كيف نحطوا 50 هم 50 راجل نخرجوا راجل برك عنده سيلوليت دونك فما فما فريكونت شي لي فام كو شي لي زوم مي كان ميم فما جينيرالمون الرجال تجيهم سيلوليت في الفونتر داكورد في الكرش بيه داكورد اي دو الحلول تاعو الحلول اي ما الحلول الحلول موجوده مي الحلول هي مجموعه حلول داكورد تحسها مربوطه ببعض الحل اللي انا باش نحكي عليه الحل اللي تبع سبيسياليتي نتاعك اما اي اما نفهم اللي فما ماكله متوازنه هذيك اهم حاجه لو انا ديما نقول لهم معناتها حتى لي باسيونت سي با دو لا ماجي ماهوش سحر معناتها ما فماش حاجه اسمها مساج كيلكو سوا لا تكنيك باش نحيو السيلوليت راهو نعملو لي مساج اوكي سا ايد بوكو معناتها هي 50% باش اون اليمين لا سيلوليت مي اوسي لاليمونتاسيون الماكله عندها اهميه كبيره برشا دونك اون ايفيت تو سكي اي غرا نقصو من السكر نقصو من لي بات نقصو من الخبز لا فارين اون جينيرال اي لاكتيفيتي سبورتيف
كيف كيف لازم تريزان هو الريجيم وحده ما يعمل حتى شيء سبور وحده بلاش ميك لما يعمل حتى شيء ولي مساج وحدهم ما يعمل حتى يعني انت تعمل لي مساج الكل مي لو فيت اللي تبدا تاكل يعني مش متوازنه بلبس كل شيء يعني كل شيء يتحفل في الماء تقول انا قاعده نعمل في لي مساج نتاعي دونك نعاود مش ناكل و اي جو مون فو كل شيء تبع بعضه بي تو تام باك بي شفما في في شفما كوم تكنيك توا دو تريتمون توا معناتها اللي دارجه هي لا ماديروثيرابي هذه اللي نسمعوا بها برشا فوالا اللي باللوح هذيك اللي تحسها توجع هي سي تكنيك انسيان دونك دوريجين اورينتال كانوا قبالي يستعملوها في مش في التنحيف مش في في الاماسيسمون في التنحيف مي كانوا يستعملوها بور جيري لو ستريس دونك سي ان مويان دو ريلاكساسيون وي ou pour travailler aussi et régulariser l'énergie نتاع البدا دونك كيما كان تحكي الكوتش سورتو العباد الانرجي نتاعهم خايبه والكل دونك كانوا يستعملوها قبل pour favoriser une bonne énergie et éliminer le stress d'accord بعد جاو لي كولومبيان طولوا فيها وردوها اون تكنيك باش نحطوا بها الجسم باه d'accord مي هي لوريجين نتاعها اورينتال باه شنو لي كيفاش تخدم باه لا ماديروثيرابي هي اسمها على جسمها دونك مادير سي لو بوا ثيرابي دونك هي تقنيه بالادوات الادوات اللوح بار كونتر انا لا تكنيك اللي نخدم بها سي اون كومبينيزون انت لا ماديروثيرابي اي لو دريناج لنفاتيك حسب مسوس يعطيو ريزلت خير فوالا دونك نكسرو الغريس بالماديروثيرابي اي اون درين بالمانيوال اللي هو التصريف اللمفاوي دونك احكينا شويه كل على كل وحده كيفاش التصريف اللمفاوي بور اليمينيه باليدين يعني ديما مانيوال ديما باليدين دريناج لمفاتيك مانيوال بور اليمينيه لا ريتونسيون دو لي زوديم اي تو دونك نبداو سيونس نتاعنا كاين باش نعملو دريناج لمفاتيك اون ستيمول لي غانغليون نتاع الجسم الكل لي غانغليون اللي هما الغدد اللمفاويه لي غانغليون لمفاتيك بالعربي الغدد اللمفاويه دونك اون ستيمول تو لي غانغليون لمفاتيك بعد نبداو الدريناج نتاعنا التصريف اللمفاوي باش اون ايفاكو لا ريتونسيون دو لي توكسين لي ميكروب وهذا راه يلعب دور مهم جدا في الجهاز المناعي يعني يجو ان رول تري امبورطون في الديفونس ايمونيتير ومن بعد نبداو اون كومبين بلوتو دونك ندخلوا لا ماديروثيرابي باش نحاولوا نكسروا اكل لي سيلول غريسوز اي ننحتوا الجسم و اون رافيرمي لا بو اوسي ou kif kif drainage lymphatique madéro donc on combine entre les deux ou tatine a des résultats spectaculaires b le madérothérapie touja khad bach abedin يقولك touja هذه حاجه عمل بورا بيان mais est-ce que touja هي حاجه غلطه كلمه touja حاجه غلطه اينا نحكي على روحي بيرسونيلمون سي سور كو فما دي كوليغ اخرين كي اسيور لا تكنيك لي خاطر كي تشوفها من برا لوح وعصا ودر شنو هذيك نون انفاسيف ما توجعش ما توجعش جمله معناتها انا ديجا عرفت بها من الاول قلت لك دوريجين اورينتال كانوا قبل يستعملوها بور ريلاكسي دونك ديجا باش تكون توجع فوالا دونك ما توجعش للعبيد كي اسيور لا تكنيك دونك مازمش تكون توجع اون دو فير تري اتونسيون كي نخدموها على خاطر احنا اون با بيزوان باش ننزلوا على العظم ولا باش ننزلوا على الميوسكل دونك احنا اون با ترافايي سور لي تيسو لنفاتيك اللي هما يكونوا موجودين على سطح الجلده يعني ما نستحقوش ان ننزلوا et le massage هو c'est un bien-être donc انا كي نمشي جيني الباسيون باش نتروماتيزي وبشنو جو ماشي بلو ان بيان-être حتى المساج مسكولير تاع بور لي سبورتيف اي مي اي مي لا سي ديفيرون مي دونك قداش يلزم من سيونس بور باش نحي لا سيلول بون سا دي حاب نوضح نقطه بركه على حكايه توجع وما توجعش راهو البدن كيف نتروماتيزيوه يعني عبد كاينو عبد باش يضرب عبد العبد الاخر شنو باش يعمل باش يعمل ديفونس على روحو سي اكزاكتومون سا البدن شنو باش يعمل يولي معاش يعطيك فوالا معاش يرياجي معاش يمشي معاك معاش ياخذ لي بينيفيس نتاع التكنيك هذيك باهي قداش يلزم من سيونس الوغ لي سيونس راهو سي او كا بار كا يعني مش كيما انت مش كيما غيرك فما سي ديبون دي كام لي 3 انواع نتاع لي سيلول تاع تيتون فما عبيد يجيوك يحبوا يضعفوا فما عبيد تقول لك انا راني ما نحبش نضعف جوست عندي ريتونسيون دو جوست عندي شويه سيلوليت نحب ننحت جسمي دونك سي او كا بار كا لكن نقولوا احنا سي اون كور تتراوح بين 6 الى 10 حصص وراهو حاجه مهمه برشا كيف نكملوا لا كور اون دو دو شور كاردي دي سيونس دونتروتيان يعني لازمنا نستحفظوا على سيونس في الشهر بور غاردي لو ريزولتا هذاك سينو تعاود ترجع من الاول كيما اي حاجه يعني كيما اي حتى حاجه في الدار هذاك هو الجسم لازمك ديما
on entretient la chose. Donc تعمل لي سيونس نتاعك تتحسن يتنحيهم complètement, ça dépend qui m'a قلنا من الانواع السيلوليت, فما اللي تنحى نهائيا, فما اللي اصعب اللي اقدم هذاك اصعب, ويلزم دي سيونس دو رابيل. جوست حاجه ياسر مهمه, راهو العباد اللي يعملوا لما ديروثيرابي لازم يكونوا عاملين دي فورماسيون, خاطر راهو عندها دي دانجي وقت اللي تكون فما اون كونتر انديكاسيون. راهو مش العباد الكل تنجم تعمل لما ديروثيرابي, فما دي مالادي كي كونتر انديك لا تكنيك هذيا, كيما العباد اللي عندهم الازم, كيما العباد اللي عندهم انسوفيزانس رينال, العباد اللي عندهم دي بروبليم كاردياك, العباد اللي عندهم هايبرتنسيون, اللي عندهم ضغط الدم العالي, العباد اللي عندهم ليبرتيرويدي تكون الغدد الدرقيه تخدم بزيد. دونك لما ديروثيرابي افيك لو ريتم والكل elle va accélérer le fonctionnement de la thyroïde, donc c'est contre-indiqué. L'abid afin on a fait comme Allah li عندهم امراض سرطانيه كيف كيف, c'est contre-indiqué. Donc هذوك الكل يمشيو في المانيوال plutôt. Voilà. حاجه لا فام انسانت نجمو نعملوها لما ديروثيرابي, mais on touche pas l'abdomen, ما نمسوش الكرش. D'accord. Donc اول حاجه نعملوها لازمنا نسالو الباسيونت ولا الباسيون كاين عنده شي امراض مزمنه, كاين ياخذ في دواء, نعملوا الانامنيز نتاعنا pour voir كان النجم ونعملوا لا سيونس والا لا. دونك مهم باش تعرفوا شكون تمشيو, واضح. اكزاكتومون. فريمون لازم يكون ان ثيرابوت كي اسور تري تري بيان لا تكنيك هذيا, ما نلعبوش بصحه الناس. تري بيان. هدي عندك سؤال؟ وي بلي حبيت نسالك, عملت ان بيلون انا في الساله, عندي ان اكسي دو 7 كيلو, والله البيلون هذاك يعطيك لي ريتونسيون دو الماس مسكولير بعد. اكزاكتومون. نلقى عندي 7 كيلو d'excès de rétention d'eau. Donc les mecs j'ai une drainage lymphatique. Njik. Allez ça va tout, c'est énorme. Donc نقص شويه من الماء. ماشي ذا شمي. Bon avec le ندوق نهار كامل ما تسعى ندوق في الماك لا. Donc mais rien à voir ma cellulite d'ailleurs. Donc c'est un sujet c'est un sujet à part. Donc هذا هو انا نقولوا. Donc voilà, donc اللي يحب يحضر روحه للسيف مسي من توا. اي سي لوكازيون او جامي, على خاطر ما نجموش نتحصلوا على نتائج فيسا فيسا. Donc ça prend du temps. وديما نرجع ونعاود نقول راهو الماكله مهمه برشا, والاكتيفيتي سبورتيف هو باكيج كامل. يعني دونك توا مع رمضان تنجم تكون بون كومبينيزون للناس اللي تسمع فينا. دونك ريجيم يعني متوازن في رمضان مع اكتيفيتي سبورتيف مع شويه كلك سيونس, نجمو ديسي الرئيسيف نلقاو لي ريزلتات الحبايه. لا كومبينيزون دريناج اي ماديروثيرابي, انا لا تكنيك اسمها عندي درين اند سكولت, راهي معناتها النتائج نلقاوهم 20 فوا بلوس لي ماشين لوخرين. هما سي فري كو سي افيكاس وي, مي هذا سي ان تروك ناتوريل, حاجه طبيعيه سورتو تاو باش العباد ولاو يهربوا من لي ماشين اي لي زوند اي تو. دونك يحبوا حاجه ناتوريل, حاجه مانويل. فوالا ميرسي بوكو اميمه, يعطيك الصحه. دونك اميمه معيرش نذاك اللي انت اخصائيه علاج طبيعي وتقويم اعضاء, يعطيك الصحه على المعلومات هذوما الكل. ميرسي بوكو. كان عندكم اسئله تنجموا تخليهم تحت الفيديو, احنا مازلنا معاكم حتىك شي نص نهار باش نتعداو للمنيو معاك انت هادي. فاصل صغير ونرجع لكم تاعنا معاك شيف هادي شوش. احلى دباره اللي يسمع المنيو نتاعنا اليوم يقول امبوسيبل هذايا يتكلف 20 دينار. راهو محضرين بيسك دو شوفريت و بات صوص روزي ومدموجه. الناس باش يقول لك هي بالبروف بالفلوس قداش تكلفت لك. باهي بارفي. هذايا نجم يكون منيو نتاع رمضان محلاه. مش تكسر بيه رمضان, خاطر مش تقعد عربي عربي ماكل عربي باش يجي نهار وتقلق معناها بوغ شونجي هاكا سافخا لافيغ. باهي Donc, pour le menu, je vous propose aujourd'hui qu'on a besoin d'un bisque de chevrette, ou besoin d'un maha, les pâtes sauce rosée de chevrette, zéda. Ou on va faire une épice à base de chevrette, ou besoin d'un zéda maha, la madmouja, c'est typiquement tunisien, c'est un dessert tunisien. Donc, pour la bisque, besoin d'un maha, la chevrette, un kilo chevrette. Kilo chevrette, il varie entre 8 à 12 dinars. معناتها حاجة رخيصة على الأخر, تلقى حتى أسيدينا. بغيف دونك باش ناخذوا هذاك الكيلو شفريت كي باش تمشي بالعربي. أوكي بالعربي. أي حطوا تخديك تمشي الحوايط نتاعك باش تاخذ كيلو شفريت باش تعمل قول له تعمل عليه مزيان باش تعطيني كابتن كراب. كراب اللي هو الداعش باش تعطيه الكاكيكا بلاش كابتن تعمل عليه مزيان. كراب هو الكيلو نتاعو يظل ب 4000 فرنك. معناتها كي يبدا حوادك وديما تاخذي من عنده مش يقول لك لا على كابتن كراب. Donc pour la recette,
باش نعملو لا بيسك بوغ لا روسيت دو لا بيسك اون فا بروندر الشفريت نتاعنا اون فا لا ديكورتيكي نقشرو الشفريت نتاعنا باهي ونخليو اون بارتي من الشفريت نتاعنا هذيك الديكورتيكي هذيك باش نعملو بها لي بات صوص روزي باهي الكركاس نتاع الشفريت هذيك هي اللي باش نعملو بها البيسك دونك باش ناخذو الطنجره نتاعنا باش نحطو فيها شويه زيت وثوم كعبه شالوت ليها والبصل الاحمر نقليوه معاهم نحطوا الكركاس نتاعنا الكركاس نتاعنا تتقلى نحطوا مغرفه طماطم نحطوا كاروت مقصوصه اون بتي دي ونحطوا اون برونش دو سيلري السيلري اللي هي الكلافس العود نتاع الكلافس باهي خليهم هذوك يتقليو كل مع بعضهم بعديك اون اروز بالماء خليوها تغلي 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 بور لا ليزون اون بو ميتر باهي بور لا ليزون نجمو نحطوا سواء مغرفتين روز سواء تخليها هكاك يا 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 با تسوسي بعديك بعد ما يغلي كل شيء مع بعض والزاروم يتحركوا نجمو نرمي ورقه بلوتو رند فهمتوا نخليوها تغلي ملح فلفل اكحل بيان ايفيدامون خليوها كلها مع بعضها تغلي 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 بعد ما تغلي ناخذوها نعديوها في الميكسور بالكدا 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 بعد نصفيوه هذيك البيسك تاعنا حضرت تري بيان كابتن الكراب اللي حكيت لك عليهم اللي بشهديهم لنا عمرك واش بشهدي كيف بشهدي 500 فرانك اعطيه 500 يعطي كابتن الكراب هاو ميزيرو ما يفوتش قالكو ما هكا تصير هكا تصير في الدنيا نعرفش انت فيه البر انت الحاوت نتاعك جو بونس نقدموا له تحيه سبيسيال اي ما لحقه ما ريتش وما سمعتش بالهدره هذه والله لا مش غالي هاو لا باز ماهوش اي دونك اي مش بشهدي لك واش يخدم على روحو سيد يخشكم يهدي لك قاعدة تحايل مش هذوما قانون اللعبة ولا زعما أنا خاطر شايف زعما خاطر نقضي دي كونتيتي نز بلاش عندي حتى مشكلة بايف كانتين الكراب هذوك اللي باش تشريهم فوالا دينار حب ربي اللي قاعد يدور توا في المارشي وقاعد يقضي يحط لنا السوم الكراب عطينا السوم سلطات سلطات خلص نعرفش باش يقولوا به عسيلو به هذاك باش نغليهم على البيسك نتاعنا كل بعد هيك باش ناخذوه طيش هاو ناخذوا منه لاشيغ لاشيغ هذيك باش نزينوا به فوق البيسك نتاعنا داكوردو سينو نجمو ما نستعملوش هالكخاب هذاك يا بنتي رخيص والله رخيص داكوردو باهي سي بوغ لا بيسك بعد هيك عندنا الشفغيت نتاعنا اللي ديكورتيكينا اللي خذينا نجمو حويره زاد نقليهم نزينوا بهم البيسك شو البذخ بذخ لي بذخ اللي يسمع يقول باهي بعد هيك بوغ لي بات سوس روزي كي العادة نقليو شوية زيت زيتونة زيت زيتونة بخم 16000 مدعم سافا 3 دينار هاو 3000 قليل الكيلو يهب بيان الكعبة 3000 لا يا ودي الكيلو ب 3000 كيسو راكون زيدو زيدو لوجولي زيدو زيدو لوجولي نستنى في الإجابات الحواتة ما يحبوش كي تخل خاطر يقطع لهم الشباك هاو باش ندخل لك في الحواتة يقطع لهم الشباك من الأول سيتي معناتها اللي هما سيتي انفيرنال معناتها هبلوا فهمت من بعد يا اخي اش عملوا ولاو هو هذاك يصطادوا فيه وينسقوا فيه البرة خاطر البرة يتباع غالي برشا هنا ين با دو فالور في تونس اي ابارامون انت عندك الحق هكا قاعدين يقولوا لي هما قاعدين يقولوا لي به يلا نكملوا اي نكملوا به بغيت نرجعوا لي بات سوز غوزي نتاعنا قلينا زيت ثوم كعب بصل احمر صغرونه مقصوصه جيده على الاخر ناخذوا لي شوفريت نتاعنا نقليوهم شويه نخرجوهم وحدهم ناخذوا كعبه طماطم الماء نتاع المقرونه نتاعنا هذيك اللي قاعد يغلي وفي غير مزور ناخذوا في كعب طماطم حطوها فيه وبعد نخرجوها من الماء السخون حطوها في ماء بالجلاسون قشروها ما تحبش تعمل البروسيدور هذا قشرها ديريكتومون باهي قصوها صغيره صغيره فهمت من بعد نحطوها تتقلى معاها تقليتش هي شوي نزيدوا عليها كعب تحك الكريم فريش تري بيان خلطنا الدنيا الكل زدنا الشفريت الصوص تاعنا حاضر حاضر لي زيبيس فواح نتاعك لي زيبيس اللي تحب عليهم انت عطينا لي زيبيس وزوزها شويه من الفلفل الاحمر نعطيك الباز تحب تزيد شويه فلفل مهروش انت تحب تتفنن هذيك عندك انت كاو غليت المقرونه تك تخلط تخلي شويه اون بتيت صوص ابار تزين بها من الفوق والحمد لله وشكر لله تري بيان واضح يا با بلو فاسيل باهي وحاجه اخرى باهي البيسك ما نرحيناها اهي من بعد صفيناها دونك شو قعد لنا كل الخرمه هذيك شنو نعملوا بيه هذاك ناخذوا بابي كويسون
وبلاتو فور نحلوها نتاليوها الكل ندخلوها للفور افدو على الاخر حتى لين تشيح توتالمون ريت كي تشيح توتالمون ناخذوها نرحيوها بالكدي 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 شتو كي البودر لا بودر هذيك سي اون ايبيس تستعملها في لي بات لي ريزوتو اي حاجه اباز دو فريد مير تنجم تستعمل تفوح ما طيشنا شيء بارك الله عليك بارك الله حتى كل شيء استعملناه اش قال لكم حتى تحب تسرق عيبتين شبريت تعمل بهم سويبع بريك فازي ولا نجم كي ما خاطر زين اه بيان سور هذيك الماء اللي نطيب فيه الشفريت هذيك اللي نصمت فيه المقرون اكزاكتلي بيان ايفيدامون تجم امانه هذيك ديجا عندي قاعد يمشي في الكركاس تحب حتى تاخذ وقت اللي البويون يغلي نتاع البيسك خذ منه شويه مع الماء نورمال باش تاروماتيزي لك المقرونه نتاعك تري بيان بي فهمت واضح نمشيو للمدموجه المدموجه المدموجه ça coûte rien du tout franchement معناتها من قداش نعطيك قداش تتكلف من 3 دينار حتى لين انت قداش تحب تكلف كانت تزيد في الفيكيا كانت غالي في الفيكيا تنجم تاخذ طري فيكيا ب 2000 فرانك راه فيها حتى شيء معناتها تنجم تزيد زبيب تنجم تزيد بيستاش اللي عنده البات باه بوغ المدموجه المدموجه ناخذوا عنر طل سمول عليه مغرفه لفور غاتو معاهم غرفة زيت زيتونة ودو لوتييت تخلطهم تقعد تخدم فيهم مع بعضهم تحضر لابول نتاعك اونتر طون تحط الزيت نتاعك يحمى يسوفي الزيت بدا يحمى وكل شيء تاخذ لابات نتاعك تعملها دي بتي بول تحلهم كيما البات املاوي اخشن شويه واقل مركايب العزوزه تعرفهم مركايب العزوزه نعرفهم بيان سور بيان ايفيدامون اونتر دو بالحوت تقليهم ولو طون اليوم يتقليه وتحضر السيرو نتاعك شاو السيرو نتاعك عندك زوز كيسين سكر عليهم كيس ماء وتحط فيه القارص وتحط فيه المغرفة سمن كان عندك سمن سينون زبدة وعطر شيء داكورد هذاك السيرو نتاعك تخلي اونتر طون ما قليت انت المدموجة معناتها لابات نتاعك تخليها تبرد وبعديك تفترشها تقص الدقلة نتاعك قصها دي بتي مغسو كل شيء بعدك لو سيرو سخون صبوا على لابات هذيك اللي هي مقصوصة تريفات صغار وتزيد معها تخلطها بالقدي بالقدي وتزيد معها الليدات تخلط الدنيا كل 50 جرام لوز بالقشرة متاعه هكا كونكاسي زي مبي من الفوق هكا يا ربي ورضاك خليش بروني تخي بيان دونك هذا منو ولا سينو عندنا منو تاغ اللي هو مقرونة تحب تعطينا منو تاغ في دقيقتين دقيقتين نجمو ناخذو 250 غرام فيون داشي نخرجو منها بريك نخرجو منها مقرونة محشية جاونا باهي 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 بوغ المقرونة محشية سي بازيك تقلي تعمل اون بتيت سوس صوص معناها صوص مقرونه ان بو بلو ليكيد اي نسكول تعرف طيب صوص مقرونه ظهر اي نورمالمون بوغ الفيون داشي تقلي بالثوم والبصل والثوم والبصل تغلي حار عظم شنو ليه ما تعرفش اميمه ما تعرفش اميمه فهمت تقلي الفيون داشي نتاعك اي سوفي قد قليت الفيون داشي ترابع عليها كعبتين عظم شويه فروماج رابي تحشي الكانيلوني نتاعك تزيد عليها الصوص دخل الفور تري بيان تسرق شويه فيون داشي تزيد عليه شويه بوفر دو جامايك اللي هو الكبابه تعرف الكبابه ولا لا الحقيقه دي ما نعرفش اوكي الكبابه كيما البوفر او سي اون سورت دو بوفر تبدا اكبر شويه اي سو ماري تري تري بيان افيك لا فيون حاجه روعه نحن ديجا مميتي ومميت مميت مميت مميتي كله بيستعملوا فيهم ديجا الكعبر نتاع المدفونه الباز تاعهم هي الكبابه يفوح مش نورمال بي عندك كترف الحما فروم اللي سرقته ما مقرونه نتاعنا تيب في الفوق تعمل دي بتي تريونغل نتاع تاع البريك نحن نعيطوا له بريك تزاير هذا سي البريك ا باز دو فيون داشي فروماج اوف رابي و البوفر دو جامايك اللي هاو الكبابه على واش البريك نتاعنا هذا لا نحن مماتي قالت لي بريك تزاير بي كاهو ما دام مماتك قالت كاهو بريك تزاير اسمع اوكي دي لا سورس راه ما عندي حتى فكره ما دام مماتك قالت لك كاهو قلت لك بريك تزاير خاطر جاي وتزيري لا ما عندي حتى فكره ما عندنا حتى مشكل نتاعنا ولا نكمل في المدموجه هاو كان منيو كله تونسي تري بيان امورنا ما واضح ميرسي بوكو شيف شنو عندنا منيو تحب تكمل نعديو الاخبار ونرجعو ساعة ثانية عطينا لي منيو نعديو ساعة كاملة في لي منيو رمضان ايه حسيتو حضر شهر كامل شنو ما تعبوش رواحكم شي مامي ديزي عندكم لي منيو حاضرين من لونتري للبريك نعملو دو سوغ دو بلا اون سوس و بلا معناها مثلا نعمل لك نواصر و بولي ونعمل معها شوية مدربل تخي بيان معناتها سي تا منيو كومبلي دونك محضر روحك لرمضان
وي 30 جور بزار رمضان عندي 10 كيلو يمشيو على رواح عندك الماء يطيح من البن ناكل وجبه بركه في النهار فوت مصلي حبيت نشرب ماء نسقي مش نشرب ماء اي ام حاضر المنيو نتاعك انت تعمل ليفريزون ولا كومون سا سباس ليفريزون ليفريزون ولا امبورتي ولا امبورتي تو عين زروين تري بيان بي دونك محضر تير والماء والكل حاضر الدنيا يد تونسي ولا مش انت شي سبيسياليتي نتاعك انا والله جيتو شاتو انا كيل كاميليون نقلب كل مره مين العباد تحب تاكل انا معاهم معناها التوانسه شي يحبوا ياكلوا اش حسيتهم سا سا ديبون لي لي بيريود مثلا توا رمضان شقام فاتر تيبيك معناها في بون في الصيف سي تو سكي فروي دو مير وكل شيء اما في رمضان التونسي عندك العروسات من بعد كيجيو كل سيزون تاع الريفيون داند فارسي وكل حاجات اللي ذوك واللونغوست والجو كل شيء خليني اسمع تحس مش يقعد معايا هذه الساعه فين تو تقول لي تحاجتك عندك برشا مزيد كي جيت وليت تطرب فيا الله يسكن رمضان مرحبا بك اقعد اقعد نعديو الاخبار وهكا قاعد بحثنا ميرسي شيف هادي الشيء وشاتيك الصحه نتعديو الاخبار ونتقابلوا في الساعه الثانيه